السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. معانا النهاردة معاد فيديو رقم 9 من سلسلة Virtual Labs بعنوان CUCM Plus IP Communicator. هنتكلم النهاردة عن إزاي نسطب CUCM Server. ده بيستخدم في الـ Voice Routing على الـ VMware، ونربطه بجهاز XP جوه الـ GNSS 3. وهنتعلم إزاي نسطب الـ IP Communicator. ده يعتبر Simulation للـ Soft Phones للاي بي فونز، ده يعتبر سوفت فون للاي بي فونز. نقدر نقول برضو الاي بي كوميونيكيتور ده برودكت كوميرشال، يعني مش بيستخدم فقط للتريننج بس، لا بيستخدم في شركات الكول سنتر وفي الكاستمر سيرفيس وهكذا. طيب احنا النهارده هنبدا ان شاء الله بالسي يو سي ام في تصليبه على الفي ام وير باذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا قبل ما نسطب السي يو سي ام جوه الفي ام وير، هنحتاج نروح على الايزو، ملف التسطيب بتاع السي يو سي ام، وهو ملف ايزو اللي هو ده. نفتح الملف، نطلع على الفولدر بتاع سيسكو، انستول كونف كول مانجر برودكت كونف، وهنفتح الملف ده بالتكست اديتور. هنغير شوية قيم تحت السي سي ام برودكت ديبلويمنت. السطر بتاع الـ VMware اللي هو الـ val VMware هنخليه بالشكل ده، تمام؟ ستار فاصلة ستار فاصلة ستار فاصلة وهكذا لحد آخر كولوم في الرو ده هيكون ستار بس. هننزل مرة تانية على الـ Unity Connection Product Deployment، هنلاقي كذا سطر VMware. أنا عايز آخر سطر أخليه نفس السكيما، تمام كده. هنزل برضو تاني على البيزنس اديشن برودكت ديبلويمنت، وكذلك نفس الكلام هنخليه برضو نفس السكيما، وهننزل على السي يو بي اي، السي يو بي اي برودكت ديبلويمنت، هنخلي برضو نفس الكلام السطر بتاع الفي ام وير نفس الشكل ده، ستار كوما ستار كوما ستار كوما لحد اخر رو اللي هو ستار، تمام. طيب انا بعدل القيم دي ليه؟ انا بعدل القيم دي لان وانا بسطب الايزو بتاع سي يو سي ام على الفيم وير، في الانستوليشن بيبدا الاول، في التسطيب بيبدا اول حاجه بانه يتست هل ينفع اسطب ده على الفي ام وير ولا لا، فتغيير القيم دي عشان يعدي التست ده. وهنسيف الملف ده طبعا، وبعدين هنعمل له دراج جوه، وبعدين هندوس يس عشان نعمل ريبليسمنت، ونطلع كلوز ندوس يس عشان يعمل سيف. انا طبعا مش هعمل سيف لان انا كده كده معدل القيم، يعني انا كده كده معدلها، هتنزل عندك مش متعدلها، هتعدلها وتحطها جوه وتدوس يس عشان يسيف التشينجز دي على السي يو سي ام ايزو عندك. فطبعا انا مش هعملها يعني يس عشان ايه ما تاخدش وقت كبير، تمام. بعدين هنطلع على الفيم وير، هنسطب بقى ايه السي يو سي ام. هنعمل create new virtual machine، نعمل next next next، وهنخلي ال operating system linux ال version red hat enterprise linux 6، بس next. وعايزين بقى نغير مسار التسطيب، ملف هنحطه في ملف ال VMs، وهنجيب الملف ده وهنجيب الملف ده، وهنحط بقى ايه ملف جديد اسمه CSM server، وهنسمي ال virtual machine name CSM سيرفر، وهندي البروسيسور 2 والكور 2، وهنخلي الرام 4 جيجا، هنخلي نطلع نكست، هنخلي دونت يوز نتورك كونكشن، نكست 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 نكست، وهنعملها هنا 100، ندوس نكست نكست، هنعمل فينش. فاضل اخر حاجه حاجتين، ان احنا نعرف الايزو بتاعت السي يو سي ام، سي دي دي بي ساتا يوز ايزو ايمج فايل براوز، وهنطلع على ملف الايزو. وهنروح على الاد، وهنضيف نتورك ادابتر. انا هديله في ام نت 5. ليه؟ هقول لك ليه دلوقتي. لان انا في الجي ان اس 3 عندي، انا هخش اصلا بعد ما اسطب السي يو سي ام هخش عليه ويب اكسس، وزي بالظبط الاي سي اس من النود او الهوست ده. ده ويندوز اكس بي هخش بالاي بي بتاع السي يو سي ام، هخش عليه ويب اكسس، تمام كده، او من الويب براوزر.
فبالتالي انا محتاج اربطهم مع بعض في لان واحده، واضح كده؟ فانا موصل السي اس ام سيرفر ده على في ام نت 5، موصله على في ام نت 5، واما الاي اكس بي انا موصله على في ام نت 4، تمام؟ فلذلك انا اديته كارت شبكه اللي هو في ام نت 5. نعمل باور اون، وبيقول لي ميديا تشيك از ريكومندد وانس بيفور انستليشن، دو يو ويش تو بيرفورم ميديا تشيك؟ هندوس نو. اهو بيقول لك فيم وير باست ديتكشن فاليديشن، دي بقى احنا كنا بنعدل القيم دي عشان يطلع السطر ده، لان احنا لو ما كناش عدلناها ما كانش هيعدي الديتكشن فاليديشن، وكذلك كان هيقفل السي سي ام، خلاص هيقول لك ان السيت اب فيلد. اساس كواليفايد كوميونيكيشن مانجر، احنا خلاص علمنا عليه، هننزل على اوكي. بس اقول تنويه بسيط، الشاشه اللي فاتت او الاختيارات اللي فاتت كان بيقول لك انا اخترت التسطيب سي سي ام، كذلك انت ممكن تسطب اليونتي، يعني اليونتي برضو موجوده على نفس الايزوهايه دي، على يعني خلي بالك ان انت بتنزل ايزوهاي اللي هي 9.1.1 بوينت 10000 داش 11، انت انا بشتغل على النسخه دي، يا ريت تنزلها على الانترنت، تمام؟ تسطيب اليونتي هو هو تسطيب سي سي ام بنفس الخطوات. هندوس يس. هندوس بروسيد. و هندوس نو، هندوس كونتينيو، وهنحدد التايم زون، خليه افريكا كايرو عشان نحدد وقت القاهرة، هننزل بالتاب على الاوكي، هندوس كونتينيو، و لا انا مش عايز احدد ام تي يو سايز، ولا مش عايز اخليه ياخد دي اتش سي بي اي بي، انا هحدد له دلوقتي اي بي، اولا الهوست نيم سي اس ام سيرفر، الاي بي 10.0، نشغل نم لوك 10.0.0.3، الاي بي ماسك 255.255.255.0، الجيت واي 10.0.0.1، تمام؟ وهندوس اوكي. لا انا مش عايز اشغل الدي ان اس، الادمنستريتور اي دي احمد، ده عشان اعرف اخش على السي يو سي ام، الباسورد سي يو سي ام كابيتال 123، سي يو سي ام كابيتال او ابر كيس 123، هندوس اوكي. الاورجانيزيشن نسميها مثلا كرنت، اليونت اي تي، اللوكيشن حلوان، الستيت مثلا كايرو، وهننزل بالكونتري على ايجيبت، اوكي. فيرست نود كلاستر، ايوه. طب نقفل بس ال
نعمل يس، والان تي بي ماستر. الان تي بي ده برنامج، انا اسف، الان تي بي سيرفر ده جهاز المفروض انه السي يو سي ام هيظبط الساعه بتاعته، توقيت الساعه بتاعته على حسب الان تي بي سيرفر، تمام كده؟ يعني ان تي بي سيرفر ده جهاز، انت عندك سي يو سي ام بيروح للان تي بي سيرفر اللي هو النتورك تايم بروتوكول سيرفر، بيقول له هي الساعه كام دلوقتي عشان اظبط الساعه عندي، يقول له والله الساعه كذا. فمين اللي هيشتغل كان تي بي سيرفر عندي في الشبكه؟ الراوتر ده، واضح؟ بنلاحظ ان احنا طبعا الراوتر، يعني انا الراوتر عملت عليه شويه كونفيجريشن قبل ما ابدا تسطيب السي يو سي ام، فانت برضو لازم تعمل نفس الكلام. هنروح على كونف تي، هنكتب امر اسمه ان تي بي ماستر عشان اخلي الراوتر يشتغل كان تي بي سيرفر، وبالتالي عنوان او الاي بي بتاع الان تي بي سيرفر هنا ايه؟ 10.0.0.1. هنروح هنزل اوكي، والسكيورتي باسورد هنخلي سي يو سي ام 1 2 3، سي يو سي ام 1 2 3 اوكي. وهتشغل السمبل ميل ترانسفير بروتوكول، هنقول نو. ودلوقتي بقى انا عايز اليوزر نيم بتاع والباسورد اللي اللي هتخش بيه على السي يو سي ام ويب اكسس، تمام؟ هندوس اوكي ويندوز اوكي برضو، عظيم جدا. هو دلوقتي هيبدا في مرحله الانستوليشن، واضح كده؟ ممكن يجيب لك، يعني خلي بالك هو بيبدا المرحله الانستوليشن ده اللي هو بيسطب عدد معين من الباكجز، وبعدين بيعمل لك التست على النتورك كونفيجريشن. قد يكون في النتورك، في التست بتاع النتورك كونفيجريشن يقول لك ان انا مش عارف ابينج على الراوتر، تمام؟ او مش عارف ابينج على الديفولت جيت واي. ساعتها انت لازم تتاكد من الكونفيجريشن بتاعتك، وتتاكد من التوصيله بتاعتك اللي انت موصل كارت الشبكه الصحيح على اللي هو في نت 5 على النتورك بتاعتك، واضح كده؟ نخلي بالنا، يعني خلي بالك، يعني نخلي بالنا ان الراوتر انا عملت الكونفيجريشن بتاعته قبل ما ابدا تسطيب السي يو سي ام، واضح كده؟ فلازم تكون متاكد من النتورك اللي انت عاملها في الجينيس 3 عشان السي يو سي ام هو بيسطب. فمرحله النتورك اما بيعمل تيست على النتورك كونفيجريشن هيبنج على الراوتر، وهيبنج على الان تي بي ماستر، الان تي بي سيرفر. فالحاجتين دول لو حصل فيل، حصل فيلينج في اي مرحله منهم هيجيب لك مسج، تمام كده؟ فانت لازم تتاكد من الكونفيجريشن بتاعتك على الراوتر، وتاكد ان انت مدي موصل كارت الشبكه الصح اللي هو دي نت 5 اللي انت مديله سي سي ام جوه الفي ام وير. طيب لان التسطيب طبعا هياخد له في حدود ساعه وشويه مثلا، فاحنا عشان نوفر بقى في وقت الفيديو هرجع لكم ان شاء الله بعد اما يخلص، او لو وقف معايا في مرحله مثلا معينه هرجع الفيديو تاني عشان اوريك في المرحله دي هتتصرف ازاي. اشوفكم كمان شويه. اهلا بيكم مره تانيه. طبعا السي يو سي ام خلص تسطيب الحمد لله بعد ساعتين. طبعا انت مش محتاج تعمل لوجن، يعني انت دلوقتي احنا عايزين نخش على السيرفر ده عن طريق ويندوز اكس بي، هنخش عليه ويب اكسس، تمام؟ فاحنا هنروح على ويندوز اكس بي الاول. فاكرين انا مديله اي بي كام؟ 10.0.0.3. فانا هفتح السي ام دي، تمام؟ الجهاز مهنج شوية. اوكي هقول بينج 10.0.0.3 اللي هو يبنج على سيرفر ال سي يو سي ام. تمام، بيبنج اهو. نفتح بقى ايه الانترنت اكسبلورر، ويا سيدي هتكتب 10.0.0.3. ها
فتح لك يا عم اهو سيرفر سي يو سي ام، هندخل على سيسكو يونيفايد كوميونيكيشن مانجر. هندوس continue to this website و هنكتب اليوزر نيم احمد، الباسورد سي يو سي ام كابيتال 123، وندوس لوجن. وادي دلوقتي دخل معاك اهو على الصفحة بتاعت ال configuration في ال CUCM. ادي اهو عمل لودنج اهو، فتح لك صفحه الكونفيجريشن. بقى عايز تخش على الكونفيجريشن، مثلا تخش مثلا على الكور راوتنج، طيب انا عملت بس ريستارت للاكس بي والسي يو سي ام، ندخل مره تانية. في ملحوظة، لو انت ما جاب لك رسالة ان بيقول لك مثلا ايه the required service CC admin is not available، رسالة كده ممكن تجي لك، ساعتها بتروح على سيرفر CUCM وبتخش عليه، تمام، وبتكتب الامر اللي هو utils service start سيسكو توم كات، وتدوس انتر. ده في حاله ان انت لو جيت دخلت مثلا على الاتش تي تي بي، جاب لك شويه مشاكل، مثلا ممكن ما يخشش على الاتش تي تي بي ويب بتاعت السي يو سي ام وهكذا، تمام. ساعتها بتكتب الامر ده هيحل لك المشكله دي. هو كده خلاص فتح السي يو سي ام. كده خلصنا اول جزئيه من الفيديو. نقفل بقى الـ CUCM عشان البروسيسور هيولع دلوقتي. طيب دلوقتي هنشتغل على الـ IP Communicator، عايزين نتعلم ازاي نسطبه. الـ IP Communicator ده سوفت فون بيحاكي اجهزة الـ IP phones اللي بتنتجها سيسكو. ده ملف الـ Cisco IP Communicator Setup هنسطبه. طبعا تسطيبه سهل جدا، نكست نكست فينش، مفهوش اي تعقيد. اكستراكت، دلوقتي بريبريشن
دخلنا كده في الانستوليشن مانجر، ندوس نكست. accept terms and the license agreement. next. next. install. في المراحل الأخيرة دلوقتي من التسطيب تمام، هندوس فنش. بس كده ممكن يطلب منك ان هو يرستر الجهاز، مش مشكلة، تعمل ريستارت للفي ام وير وتشغله مرة تانية. طيب انا دلوقتي هروح على الراوتر، هشغل السي ام اي وهدي، بحيث ان عايز ادي رقم تليفون للاي بي كوميونيكيتور، هطلب اي بي كونف دي اي بي. انا هنعمل بس الاردوشو ران دي اتش سي بي بول اسمه لان، ماشي تمام. اي بي دي اتش سي بي بول لان اوبشن 150 اي بي، اللي هو الاي بي بتاع اكتيف تي في سيرفر، اللي هو في نفس الوقت هو الراوتر. هندوس اكزيت ونكتب تليفون السيرفيس، نكتب اي بي سورس ادرس 10.0.0.1 بورت 2000، وهنكتب ماكس دايركتوري نمبر 10 وماكس اي فون هيكون 10، وبعدين هندوس اكزيت ونكتب اي فون دايركتوري نمبر 1 نمبر 1001 مثلا، وبس كده. هنفتح بقى ايه ال كوميونيكيتور، ودلوقتي بيفتح بقى ايه ال بي كوميونيكيتور. تمام، طالما جاب لك سيسكو يونيفايد سي ام اي، كده معناه ان هو اتعرف على الراوتر او عرف ان الراوتر عليه كول مانجر اكسبريس، بس لسه ما اديتلوش رقم، لذلك انا محتاج طبعا الماك ادرس عشان اربط الماك ادرس بالرقم. فهكتب شو دو شو ايفون، وهكتب ايفون 1 ماك ادرس، وهاخد الماك ده كده button 1 double column 1، وبعد كده هعمل ريستارت لعدد التليفون. هتعمل ريستارت اول ما هتفتح هتاخد رقم التليفون طبعا. بس كده، هذه العدة خدت رقم التليفون اهو. انا اعتبر خلصت. أشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.